آداب قضاء الحاجة. المسلم إذا أراد إتيان البول أو الغائط لابد له من آداب. يجب أن يستتر عن أعين الناس وجوبا. إما ندخل في هذه الحمامات أو يستتر بحائط بسيارة بشجرة. أو يبتعد. نعم، لابد أن يمتنع عن ذكر الله. يخا الله حغورغا صوتي الله حغت وطوة. ولا يدخل بمصحف بكتب العلم. يخشى نشتغ شيع وشخينها شي تاني قرآن حتى يوتو يا علم دولشتها جين حتى يوتو شي تاني. قبل أن يدخل يقول شتشيع والي أولتو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني يقول هذا الدعاء. يدعى حغدتو شتشيع وش ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول. وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى. ويقول غفرانك، يقول هذا الدعاء غفرانك. نعم. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قبلة جها شيء يحتن أو تعي زنة خوي يشي بوخت جان تعبي زنة خوي. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس كما أماكن جلوس الناس أو تحت الأشجار. نعم. يخا نرغن تحن أو تنا زوم خدوش نو قدو خدوش ميت جها حش قوش صدوتو خليلي تناخ وحوش صدو عش ميت جها. لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. يخا شيء لا يمس ذكره بيمينه.